بقولك قبل ايه، ما تقوم تفتح لي الموضوع عشان الجو حر. مش فاتح. تبقى تقابلني بقى لو عرفت تقعد على الكمبيوتر النهاردة. عايز على 5 ولا 2 ولا 1؟ قبل انا عليا امتحان يوم الخميس الجاي وقاعد بذاكر اهو، بس حاسس ان انا مش رايق في المذاكره. ليه مش عارف، كل صحابي بلاقيهم بيقولوا لي اللي بس بيذاكر على التكييف، بيشرب كوبايه قهوه، اللي معاه كيس ويندوز الشيبسي، في روقان كيف مذاكره. تقوم تعمل لي كوبايه شاي يا عم؟ انت مكسح، ما تقوم تعمل لنفسك ومحسسني ان انت بتذاكر قوي يا عم. قوم اعمل لنفسك. يعني هي كده ده كده في حاجه هتحصل مش كويسه خالص. حسب ليه في دبان على دماغك؟ ايه فين؟ فين الدبان؟ دبان اهي. يا فينا خلاص كده ولا انا اكمل عليك من تاني؟ لا يا عم خلاص. عايز سكر زياده ولا قبلاه؟ نعم. شوف يا عم، جبنا كام مشترك عليه بفيديو يخلص. ما تقوم تشوف انت صح. خلاص قول لهم بس يعملوا اشتراك للقناه لما يجوا يزعجوهم حاجه بسيطه. بس كده الفيديو خلص. ما تنساش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس لو حابين تتابعونا. استنى ايه؟ نسيت حاجه يا ايه؟ نسيت اهم حاجه. ايه؟ نسيت اهم حاجه. نسيت اهم حاجه. نسيت اهم حاجه. نسيت اقول لهم اعملوا شير. نسيت اقول لهم اعملوا شير للفيديو.